كلية الشريعة أنشئت مع إنشاء جامعة حلب في المناطق المحررة في عام 2015، وبدأنا أول ما بدأنا في مدينة حلب المحررة، فبقينا حتى خروج الناس من مدينة حلب في عام 2016 انتقلنا إلى مدينة معرة النعمان، وبقينا لعامين دراسيين في مدينة معرة النعمان، ثم انتقلنا إلى إعزاز بانتقال جامعة حلب وتجمع الكليات، كل الكليات في مدينة إعزاز في جامعة حلب في المناطق المحررة. تخرج من كلية الشريعة 5 دفعات، والآن ربما نخرج الدفعة السادسة بحمد الله سبحانه وتعالى. عندنا في كلية الشريعة قرابة 800 طالب وطالبة في مرحلة الإجازة، عندنا ما يقارب 80 ويزيد في مرحلة الدراسات العليا. افتتحنا عدد من التخصصات في الدراسات العليا: الفقه الإسلامي وأصوله، العقيدة الإسلامية والأديان، الحديث النبوي وعلومه. كلية الشريعة في تجمع الكليات في المبنى الجنوبي، العمادة في الطابق الثاني والطلاب يداومون في الطابق الثاني في المبنى الجنوبي في تجمع الكليات في مدينة إعزاز. في الكلية عدد من المتخصصين، الإخوة الدكاترة المتخصصين في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث، وعندنا كادر جيد بحمد الله سبحانه وتعالى، كادر تدريسي وكادر إداري. والجامعة والكلية يطمحان إلى إعداد جيل يتناسب مع طموحاتنا في ثورتنا، ثورة الحرية والكرامة. نتمنى لطلابنا التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.